يعني اعتقال يعني أبو مالك التلي. أبو مالك التلي من الشخصيات النافذة، من الشخصيات العسكرية والأمنية، شغل مناصب كثيرة، ويعني أعتقد أنه يعتبر من المخضرمين، سيما في السنتين الأخيرتين التي مارس فيها أعمال يعني راديكالية متطرفة مع هيئة تحرير الشام اللي هي ما تسمى ب يعني جبهة النصرة. يعني سبق أن حذرت تحذيرات كبيرة جدا وشديدة جدا شديدة اللهجة، إما تحذير وإما قتل وإما اغتيال وإما إخفاء وإما وعد ووعيد، وقرنت واشترطت مقابل أي انشقاق، قرنت أولا بوجوب عدم تشكيل أي فصيل، يعني الشخص الذي يقوم بالانشقاق يجب عليه أن لا يقوم باستحداث أو تشكيل أي فصيل، ولا ينتمي لأي فصيل أيضا مسلح، ولا يشكل أي فصيل. لذلك أبو مالك التلي حينما يعني حاول تشكيل لواء المقاتلين الأنصار أثار حفيظة أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني حينما قام بتشكيل لجنة المتابعة والإشراف، وهي بمثابة غرفة أمن وغرفة عمليات صارمة تقوم بمتابعة ومراقبة كل القيادات المقربة من جبهة النصرة، القيادات الشرعية والقيادات الفقهية والقيادات العسكرية والقيادات المعنوية، سيما التي تتحكم بالقرار في جبهة النصرة. لذلك هو حاول إغواءها من خلال منحها كثير من الجعالات والهبات والعطايا، أملاً منه بين الترغيب والترهيب للإبقاء على تلك القيادات بما ينسجم وبقائها وعدم الهروب وعدم الانشقاق من قبل تلك القيادات عن أبو محمد الجولاني. أعتقد أن في غضون الأسبوعين القادمين هناك خوف سيدب بين أعضاء قيادات جبهة النصرة، لكن هذا الخوف لن يطول، يعني لن يعبد طويلا، بسبب التسلط وبسبب الاستبداد الذي عليه أبو محمد الجولاني. أعتقد سنشهد تنفيذ كمائن وأفخاخ قد ينصبها حراس الدين وقد ينصبها مؤيدين وأتباع أبو مالك التلي. أبو مالك التلي ليس يعني هو ليست قيادة عابرة، بل هو قيادة عسكرية مخضرمة وله أتباعه، وهو يتسم بالقسوة والمنعة والشدة، ويعني لديه أتباع. لذلك أبو محمد الجولاني يخشى من أبو مالك التلي لشعبيته يعني لحضوره ولشخصيته، يتمتع بكاريزما متطرفة، لذلك هو يخشى من هذا التسلط الذي يتمتع فيه أبو مالك التلي. يعني هو شأن شأن عبدالله المحيسني، شأن شأن بسام صهيوني الذي هو يعد رئيس الهيئة التأسيسية أيضا. لذلك أعتقد أننا سنشهد تصفيات داخلية، أعتقد يعني هناك قد تكون غزوات تعرضات داخلية في غضون أيام القليلة القادمة، وإلا فعدم إطلاق صراحة واحتجازه بهذه الطريقة يعد إهانة إلى الشرعيين الذين هم يسيرون على نهج أبو مالك التلي.